تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الرياضة بين الشوطين. أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية رسميا عن تغيير موعد مباراة الرجاء الرياضي أمام المولودية الوجدية برسم نصف نهائي كأس العرش. وأوضحت العصبة الاحترافية أن المباراة بين الفريقين ستدور يوم الثلاثاء 25 من يونيو الجاري بداية من 8 ليلا على أرضية ملعب أدرار بأكادير، فيما نصف نهائي ثاني بين الجيش الملكي والمغرب الفاسي سيدور يوم الأحد 23 من شهر يونيو الجاري دائما بمدينة أكادير. يلعب اليوم المنتخب المغربي مباراته برسم الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم أمام منتخب الكونغو برازافيل، والمباراة ستدور بملعب أدرار بأكادير بداية من 8 ليلا. وكان من المفترض أن تقام هذه المباراة بكينشاسا قبل تحويلها للمغرب بسبب عدم تأهيل ملعب ألفونس مصبا بالعاصمة الكونغولية برازافيل. الفريق الوطني وصل أمس تحضيراته للمباراة من خلال إجراء آخر حصة تدريبية، وقبل ذلك عقد وليد الركراكي مدرب الفريق الوطني ندوته الصحفية التي تسبق المباراة. دائما مع تصفيات كأس العالم المنطقة الإفريقية، تدور في هذه الأثناء مجموعة من المباريات: مدغشقر مالي والنتيجة 0-0، كينيا والكوت ديفوار دائما 0-0، موريشيوس متقدم على إسواتيني بهدفين لـ0، وجنوب السودان منهزم أمام منتخب السودان بهدف لـ0. على الساعة 5 بعد الزوال، لوسوتو في مواجهة رواندا، جنوب إفريقيا في مواجهة زيمبابوي، تشاد في مواجهة جزر القمر، زامبيا في مواجهة تنزانيا، والرأس الأخضر في مواجهة ليبيا. وفي 8 ليلا، أنغولا في مواجهة الكاميرون، الغابون في مواجهة غامبيا، السيشل في مواجهة بوروندي، ومنتخب الكونغو برازافيل في مواجهة المنتخب الوطني المغربي. إلى هنا مستمعينا الكرام، نصل إلى ختام نشرة الرياضة بين الشوطين. إليكم أطيب التحيات، إلى اللقاء.